عليكم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أبي أسأل، عندنا جماعة في الكويت يدعون أن السلفية خاصة فيهم هم الوحدة، وأنا عموما سمعت سؤال قبل كذا في البرنامج عندكم، سأل واحد من العراق وسأل نفس الشيء، يعني جماعة يدعون أن السلفية لهم ويدعون تزكية العلماء لهم، والشيخ بن باز زكانه والشيخ الفوزان زكانه ومدري وش زكانه، وينفون كل الناس ينفون عنهم السلفية، اللي ما يتبعنا ما هو سلفي. يعني يذكرون ان المشايخ ذكاهم وان الشيخ بن باز قال لهم انهم غير فلان وفلان. طيب. ومنهم جماعه عندكم، لو سمحت يا اخوي المذيع خلينا نكمل. سامي انت تريدين نفس الكلام. في المدينه عندكم اللي هو ربيع المدخل، يا ليت تعرف. طيب. طيب عندك سؤال ثاني؟ عندك سؤال ثاني ام عبد الرحمن؟ يا ليت تعطونا رد في الاخ هذا ربيع المدخلي. سامي شيخ من الكويت. ملخص سؤالها، هل يحق لأحد سماحة الشيخ أن يدعي أنه هو السلفي وغيره لا؟ يا إخواني، الله يقول لنا في كتابه العزيز: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان ليس بدعواه وانتسابه، وإنما الأمور بحقائقها، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. السلفية حقا هم الذين اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وساروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والمسلم متمسك بدينه لا ينبغي أن يلقمه بغير لقب الإسلام وأنه المسلم. أما أن يبقى أنا السلفي وأنا السلم الطول أو السلفي كذا أو أنا وأنا، هذه كلها ألقاب فيها تزكية نفسي واعتداد بها، ولا ينبغي أن هذا. ينبغي أن تكون الأعمال هي الناطقة عن أصنا، أعمالنا هي المبرهنة عن حقائق أمرنا. أما الدعاوى والتمسك بالدعاوى أن زكاني فلان وفلان إلى آخره، هذه ما تنفق شيئا. ما يغنيك إلا عملك الصالح وتوجهك الحق ومنهجك القوي، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أيضا كون يدعون من ليس على منهج فليس سلفيا، هذه دعوة أيضا تحتاج دليل. فقد يكون المخالف لهم أفضل منهم أو مساويا لهم أو أفضل منهم، فكونهم يقولون من خالف طريقتنا ومنهجنا فليس بسلفي، إن كان هذا لكونه مخالف للحق فنعم، أما لكونه مخالف لهذا المنهج وهذه الطريقة التي ابتدعوها من تلك المسلم فليس هذا حق مقبولا. ما يقبل الأمور بحقائقها، الدعاوى والانتسابات لا تحقق شيئا. ونحن نريد من إخواننا في كل مكان أن يكون هدفنا وغايتنا إخلاص الأعمال لله جل وعلا، والنصح للأمة، والسعي فيما يسعدها وينجيها من ظلم الجهل والضلال، وأن نحذر تعجب التجمعات والتحزبات والتميزات التي يدعيها البعض ضد البعض. نحن أمة مسلم واحدة، هو سماكم المسلمين من قبل. أما أن نحزب أنفسنا، هذا سلفي قديم وسلفي حديث، هذا سلفي متمسك لا غير متمسك، هذا تقسيم الناس بهذه الصورة، هذا أمر بالحقيقة لا يشجع. ثم هل أنتم سماحة الشيخ مع يعني وصف للأعيان أو للأشخاص أو ذكرهم بسوء أو غيره في هذا البرنامج أو غيره؟ لا، نحن في هذا البرنامج نرجو من الإخوان المشاهدين ومن أراد يسألنا أن يجنبنا الأشخاص. ليس الهدف أن نجرح فلان أو زكي فلان، هدفنا المنهج والطريق. أما فلان وفلان فقد يكون يوم مخطئا وغدا مصيبا، وأمس مصيبا وغدا مخطئا، بشر. إنما يقول بسلك اعرفوا الحق بالرجال ولا تعرفوا الرجال بالحق. فنحن نعرف الرجال بالحق، اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. فنعرف الرجال بموثق، أما أن يكون الحق معرفة الحق على شيء، لا، نحن لا نعرف الحق بالرجال، إنما نعرف الرجال بالحق، فالحق هو الثابت والرجال يأتون ويذهبون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ أبو عبد